اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مير вам, милость Всевышнего Аллаха и Его благословение. Мы рады приветствовать всех дорогих гостей в этом зале на 12-м Московском международном конкурсе чтецов Корана. نرحب بكل الحضور والضيوف الكرام إلى مسابقة موسكو الدولية 12 لحفظات القرآن الكريم. Вот уже 12-й раз в столице России.